طلابنا الأعزاء، نحن أمام وجبة مميزة جدا لأحد دروس منهج الجغرافيا السياسية، وهو المقومات الطبيعية لقوة الدولة. دايما مادة الجغرافيا تتميز بالدقائق والإتقان في منصة البث المباشر. اليوم أيها الشباب المحترم، طلابنا الأعزاء، بنقول لحضراتكم الترتيب الطبيعي لهذا المنهج ماشي ازاي يا ولاد. من يتذكر معنى مفهوم الجغرافيا السياسية؟ أيوه، أحد فروع الجغرافيا البشرية التي تدرس الدولة ومقوماتها. تمام، يبقى احنا خلصنا درس الدولة يا مستر أيمن، كلمنا في مفهوم الدولة، فرقنا بين مفهوم الدولة ومفهوم الأمة، انتقلنا إلى تطور الدول وتنظيمها وتصنيفها حسب النظام السياسي والإداري بين دول وحدوية ودول اتحادية فيدرالية واتحادات كونفدرالية. اليوم بنعمة الله إن شاء الله يا رب هنتكلم مع حضراتكم في مقومات الدولة الطبيعية. دايما يا أولاد المنهج كله مرتبط ببعضه. لدينا مجموعة من الأهداف سنحققها إن شاء الله عبر سلسلة من الحلقات. هنقسم هذا الدرس، هنحلل المقومات الطبيعية، هنستنتج مجموعة من العناصر، هنشتغل بقوة بمبدأ العلاقات وعمليات التحليل والتطبيق على الخريطة. الدرس ده كله أولاد يتطلب خرائط. إن شاء الله إن شاء الله نستمتع معا بعرض رائع لمجموعة من الخرائط لإظهار المادة العلمية. طيب حضراتكم هتربطوا لنا الأمور. أيوة يا فندم، قوة أي دولة يا أولادي بتتشكل بمجموعة من العوامل والمقومات. اتفقنا أن هذه المقومات تنقسم ما بين مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية ترتبط بست عناصر يا أولاد: الموقع، المساحة، الشكل، المناخ، التضاريس، النبات الطبيعي. هنتكلم في مجموعة من العناصر، هنربط الأحداث ببعضها البعض، هنعرف فكرة بسيطة قوي حضرتك إزاي عناصر الدرس التمهيدي هبدأ أسمعها مرة تانية في درس المقومات الطبيعية للدولة. أيوة مستر عزيز، مستر أيمن كان شرح لنا مفهوم الجغرافيا السياسية وتطورها عبر مجموعة من الشخصيات. أيوة، هنقول من أول من تحدث ونوه للمقومات لقيام الدولة؟ أرسطو. فاكرين أرسطو شباب؟ جنوب شرق أوروبا، شمال البحر المتوسط، بلاد الإغريق، صاحب أفكار الدولة المثالية، ونادى جهزنا لمجموعة من البيانات المتعلقة بقوة الدولة والعلاقة بين السكان والموارد، وجمع كل أوراقه فين؟ في كتيب يسمى السياسة. الأمور بتبدأ ترتبط ببعضها البعض. أحبائي، أترك هذا اللقاء الجميل المثمر بإذن الله بداية، وده مبدأ المنصة بتشتغل من خلاله، والعرض لخريطة العالم السياسية تميزت بالدقة والوضوح. وكما بدأنا، تتميز دول العالم على الخريطة باختلافها بحكم الموقع والمساحة والشكل، ما بين دول كبيرة المساحة لدول صغيرة، بين دول يغلب عليها الطابع الجبلي وأخرى الطابع السهلي، وأخرى يغلب عليها الطابع المتنوع، بين دول تأخذ الشكل المستطيل وأخرى تأخذ الشكل المنتظم، بين مواقع مركزية ومواقع هامشية، بين دول بحرية ودول حبيسة. وجبة رائعة جدا جدا لحضرتك، عنوانها المقومات الطبيعية لقوة الدولة. أهلا وسهلا زميلي الخلوق
الأستاذ أيمن رضا عواد، تفضل يا فندم. مثلا أبنائنا طلبة وطالبات منصة البث المباشر، منصة التميز كما يطلق عليها دائما وأبدا. طبعا بعد العرض الشيق لمستر عزيزي اللي شوقنا إن احنا نشوف ونفكر مع بعض، طبعا من أهم الدروس اللي طبعا يعني بنقول كل الشكر والتقدير للتعليم الإلكتروني ومكتب مستشار مادة الدراسات الاجتماعية والسادة المراجعين والأستاذ عزيز ويصا عوض في إعداد مادة علمية قيمة جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف، نمسك يعني زي ما كده ايه طرف الخيط من كلام مستر عزيز، ان احنا الدولة لها مقومات طبيعية وبشرية، واستنتجنا ده من تعريف الجغرافيا السياسية، واستنتجنا ايضا الكلام من افكار ارسطو كما وضح عزيزي مستر عزيز. طيب هنتكلم مع بعض. اولا عاوزين نركز في مقدمة بسيطة جدا بتقول لي ايه، ان قوة الدولة تتشكل بعوامل مقومات كثيرة ومتشابكة ومتنوعة، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري. البشري بإذن الله ده في الدرس الثالث بإذن الله وهياخد معانا وقت كويس جدا، ولكن أنا بقول لأولادنا أنا عاوز حضرتك تركز معايا جدا جدا في كشكول المنصة، وأنت بتكتب كده عنوان الدرس المقومات الطبيعية لقوة الدولة، افتح قوس واكتب أهم دروس المنهج، لأن الدرس ده رابط ما بين ما قبل وما بعد. لأن أنا لما أجي أدرس في الآخر علاقات دولية هرجع للدرس ده، لما أجي أدرس تكتلات وأحلاف هرجع للدرس ده، لما أجي أدرس نظام عالمي هرجع للدرس ده، لما أجي أدرس حدود الدولة هرجع للدرس ده. إذن هو الدرس الأساسي يعني تقدر تقول عليه الهيد ماستر بالنسبة للجغرافيا السياسية. طيب مستر عزيز قال لي أنا هقولها لكم كده، إيه ركزوا معايا عشان نبسط الكلام، عشان الدولة تبقى دولة بالنسبة للمقاومات الطبيعية محتاجة الست حاجات اللي قدام عينينا دول: موقع، مساحة، شكل، مناخ، تضاريس، نبات طبيعي. تعالوا النهاردة ندقق جدا جدا الكلمات ونبدأ نفكر بأسلوب راقي ونبدأ نعتمد على فكرة نواتج التعلم. أنا عاوز أقول لكم على حاجة يا أولاد، يعني يا ريت الدرس ده كل معلومة تسمعها، كل ما تسمع اسم دولة تجري بسرعة، أنا هجري بسرعة، أنا راخر أهو على خريطة العالم السياسية. الدولة اللي أسمع اسمها حدد مكانها على خريطة العالم السياسية، اعرفها في الخريطة السياسية اللي هي اللي مكتوبة قدام عينك، واعرفها كمان على الخريطة الصماء عشان لو قابلتك في الامتحان أنت عارف أنت رايح لفين بالظبط. طيب بداية احنا درسنا فيما سبق خلال دراساتنا قبل كده أن الموقع النوعين، موقع فلكي واخر جغرافي. ركز معايا في الجمله الجديده ديت اللي هتسمعها كده معانا هنا على منصه البث المباشر للمره الاولى: الموقع الفلكي ارقام والموقع الجغرافي كلام. ايه ده يا مستر ايمن؟ ايه ده يا مستر عزيز؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ركز معايا شويه. هنتناول الموقع واثره في الجغرافيا السياسيه لاي دوله من عده زوايا. اولا ما هو الموقع الفلكي؟ الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، زي ما قال لي مستر عزيز في أول حصة، في حصة التمهيدية في البداية خالص، إن أنا عندي دائرة الصفر الدولية ألا وهي الدائرة الاستوائية. دائرة الصفر الدولية التي قسمت العالم بين نصفي الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، خط الصفر الدولي لميز العالم وقسم ما بين نصف الكرة الشرقي ونصف الكرة الغرب. لما بنتكلم على أول عنصر من عناصر قوة الدولة وهو الموقع الفلكي، ماذا يقصد بالموقع الفلكي؟ هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى أنا عندي على خريطة العالم مجموعة من دوائر العرض، مجموعة من خطوط الطول. مين المرتبط بقوة لتحديد الأنشطة ومتنوعاتها بالنسبة للدولة؟ هل خطوط الطول أم دوائر العرض؟ المرتبط بقوة الدولة هي دوائر العرض. ليه؟ خطوط الطول تستخدم لتحديد الزمن، لكن دوائر العرض تستخدم لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية متنوعة، وبالتالي حينما تتنوع الأقاليم المناخية تتنوع الأقاليم النباتية في الدولة،
وبالتالي يتنوع النشاط الاقتصادي وتبقى خطوة أولى بالفعل لأن تصبح للدولة وزنا اقتصاديا تنعكس على وزنها السياسي. إن شاء الله إن شاء الله يعني نتواصل مع بعض فيها عبر المنصة ونقول إيه؟ سؤال كده جميل يعني يربط ما سبق درسته بدرس الموقع الفلكي، هو إيه يا أولاد؟ هل توجد علاقة بين دوائر العرض في الدولة تحقيق الهدف الداخلي لجي بوليتيك كما وضحه رودلف كيلن؟ سؤال جميل جدا. أيوة سؤال مرتب كده يحتاج إلى صياغة وترتيب. يقول لي حدد مصداقية العبارة، سألت المقال، توجد علاقة ارتباطية بين دوائر العرض بالدولة وتحقيق الهدف الداخلي للجيوبوليتيك؟ أيوة طبعا توجد علاقة ارتباطية بالمشهد. أولا هقول العبارة صادقة، طب ليه؟ لأن كلما زادت دوائر العرض في الدولة يا أولاد أدى إلى تنوع الأقاليم المناخية وبالتالي يحدث اقتراب من الاكتفاء وبالتالي يحدث تكامل بين الأقاليم وده بيعزز من وحدة الدولة الوطنية وده اللي بيتفق مع تحقيق الهدف الداخلي لجيوبوليتيك. شايفين احنا ربطنا المشهد عمل ازاي؟ يا ريت الفيديو اللي على اليوتيوب ان شاء الله للوزارة بتبث لحضراتكم بعد المونتاج يكون بين ايديكم وتسمعوه مرة واثنين وثلاثة. اولاد ده سؤال انفرادي جميل مميز، ارتباط دوائر العرض بتحقيق الهدف الداخلي لجيوبوليتيك. مستر ايمن معانا ولا الصوت لسه ما وصلش؟ زي ما استمعنا لمستر عزيز وتكلم باستفاضة في المشهد، فاحنا بنقول ان المؤثر سياسيا هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض. احنا اتفقنا وقلنا ان الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب لو انا بصيت الموقع بالنسبة لخطوط الطول ده بيرتبط بتحديد الزمن واختلاف التوقيت على سطح الارض كما هو مثلا موضح معايا على الخريطة اللي قدامي. كلنا عارفين ان الشمس بتشرق في الشرق في الاول في البداية، فبالتالي ده تأثيره السياسي مالوش تأثير سياسي. اما الموقع بالنسبة لدوائر العرض يعمل ايه؟ زي ما قال مستر عزيز بيحدد الملامح العامة لمناخ الدولة. طيب بعد ما بحدد الملامح العامة لمناخ الدولة بيبدأ يأثر ذلك في النشاط البشري ازاي؟ اذا زي ما قال مستر عزيز، زي ما انفرد معانا بسؤال مميز جدا جدا عن اثر دوائر العرض في قوة الدولة من الناحية السياسية، تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة، التأثير في النشاط البشري للسكان. طيب السؤال اللي قدام عينينا بيبين ناتج التعلم في الجزئية اللي فاتت، رغم امتلاك روسيا أكبر سهول في العالم إلا أنها تفتقر لتنوع الحاصلات الزراعية، والسبب في كده إيه؟ طبعا هل موقعها الجغرافي؟ يا مستر أيمن ليه موقعها الجغرافي ما يكونش سبب؟ لا طب ركز معايا أكتر، هي موقعها الفلكي فين؟ أنت عندك هنا الدائرة القطبية الشمالية وقريبة من القطب الشمالي، وبالتالي هنا الموقع الفلكي بتاعها هو اللي أدى إلى أنها تفتقر في بعض الحاصلات الزراعية، لأن ما عندهاش يعني أنت بتتكلم فين؟ هي في المنطقة الباردة، فبالتالي ده أثر. يبقى ليس نقص خبرات زراعية، ليس نقص موارد اقتصادية، ليس موقعا جغرافيا، ولكن الإجابة الموقع الفلكي. طيب تعالوا نتكلم عن الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي للدولة اتفقت معاك في البداية قبل انقطاع الصوت وقلت لك ايه ان الموقع الجغرافي ده كلام. طيب ركز معايا شوية، احنا هنقول ان انا هقسم العالم، هعمل مجموعة جميلة جدا كده واقول لك ان انا عندي هناك دول بحرية ودول اخرى حبيسة. هصنف الدول الموقع بالنسبة لليابس والماء ما بين دول بحرية ودول أخرى حبيسة. طيب عادة الدول وفقا لهذا الموقع سواء كان يابس وماء زي ما اتفقنا بيبقى في دول داخلية. معنى كلمة داخلية ودققت النظر على الخريطة كل الدول اللي هي قريبة من الألوان الزرقاء ديت يبقى أنا بقول إيه؟ على ساحل، اللي موجود على ساحل المحيط، اللي موجود على ساحل بحر مفتوح. ركز معايا أبنائنا الأعزاء، نركز شوية.
الدولة التي يقع موقعها على الساحل تسمى بالدولة البحرية أو الساحلية. الدولة التي يكون موقعها داخل اليابس هي الدولة الحبيسة أو الدولة الداخلية. نكرر، الدولة البحرية لما نبص هنا أنا شايف أستراليا هنا بحرية، أنا شايف مصر بحرية، أنا شايف الولايات المتحدة بحرية. الدولة اللي بيكون لها ساحل على بحر أو على محيط بحر مفتوح. طيب ما هي الدول الحبيسة؟ الدول الداخلية، وهنشوف قارة أفريقيا وهنشوف قارة آسيا. دقق النظر معايا عند منغوليا وشوف، واضح جدا جدا. يبقى إذن هنا بنقول إيه؟ خلي بالك من الكلمات، خلي بالك من الكلام. ما هي الدولة البحرية؟ الدولة البحرية خلي بالك إن الدولة اللي بيكون لها ساحل على بحر أو محيط كما هو موضح في خريطة العالم السياسية. طب الدولة الداخلية؟ الدولة الحبيسة، الدولة الداخلية، الدولة اللي ملهاش ساحل على بحر أو محيط. طيب هنشوف برضو بعض الأسئلة هنا بالنظر لخريطة العالم. أكثر الدول اتصالا بالعالم الخارجي دون عوائق، هل سويسرا؟ هل النمسا؟ هل مالي؟ هل ناميبيا؟ طيب أنا عاوز حضرتك تركز معايا شوية، لازم تكون الدولة اللي أنت بتتكلم فيها دولة بحرية. طب تعال نقول هنا الفكرة الإيه الأولى، الدول البحرية، الدول البحرية احنا سيبنا السؤال وهنرجع له تاني. الدول البحرية هي الدول التي تشرف موقعها البحري على مسطحات مياه مفتوحة. ركز معايا، هعمل تقسيم. في دول تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة. شوف حضرتك شيلي، ركز معايا كده، تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة وإن كانت جبهة طولية طويلة جدا. طيب دول تشرف على البحر بجبهتين. على فكرة معظم دول العالم تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة. طيب أنا هقول لك سؤال جميل مميز، لو بصيت كده أنا مشاور على دولة اسمها كولومبيا، هي دي اللي هنلاقيها على جبهتين بحريتين فين؟ في أمريكا الجنوبية. وهقول لك ليه، مش هتقول لي البرازيل، واحد يقول لي طب ما انا شايف ان البرازيل جبهتين، بس هو نفس المسطح المائي. طيب تعالى نقول مصر، جمهورية مصر العربية تشرف على البحر المتوسط من جهة الشمال، على البحر الأحمر من جهة الشرق، المملكة العربية السعودية على الخليج العربي من جهة الشرق، على البحر الأحمر من جهة الغرب. وهناك دول من جميع الجهات، وهي الدول الجذرية. ركز معايا، خد سكرين للصفحة اللي قدامك لأنها موضحة بالخرايط. يبقى أنا هنا بنقول إن هنقسم الدول من حيث إشرافها على المسطحات المائية إلى ثلاث أقسام. دول تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة، ودي غالبا معظم الدول البحرية في العالم. اتنين، دول تشرف على البحر بجبهتين بحريتين مثل مصر والبحر طبعا اللي هي على البحر الأحمر والبحر المتوسط. طيب دولة اليابان، المملكة المتحدة، كل الدول الجذرية. يعني ايه دول جذرية؟ دولة على هيئة جزيرة او مجموعة جزر. هنا بتكون ايه؟ بتشرف على البحر من جميع الجهات. يبقى انا عندي تصنيف الدول من حيث الاشراف البحري، دول تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة. وعاوز اقول لحضرتك حاجة، هنا عينك هتبقى ثاقبة، هنا عينك هتبقى ناقدة. اسئلة كتيرة جدا في الجزئية ديت في المشهد ده بالذات بتتحل بالنظر، بتتحل بالعين، ان انت تشوف الخريطة. طيب تعال نشوف أهمية الموقع البحري بالنسبة للدولة. بص يا سيدي وركز معايا على الخريطة. الموقع البحري، تعال كده نعمل إيه؟ نحدد القلم بتاعنا كده ونقول إن الموقع البحري هيديني مجموعة مميزات. منها إيه يا أستاذ أيمن؟ منها إيه يا مستر عزيز؟ بص يا باشا، أنا أقول لك إن الدول البحرية سهولة اتصالها بالعالم الخارجي، سهل جدا إن أنا يبقى في اتصال ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، البرازيل وموريتانيا، موريتانيا وناميبيا وهكذا. إذن الدولة البحرية بيكون وسيلة اتصال بالعالم الخارجي دون عوائق، تمام؟ مفيش دولة هتتحكم في الحركة ما بين الدولتين البحريتين. زيادة احتكاك الدولة حضارياً، زيادة احتكاك الدولة حضارياً بغيرها من الدول. ليه؟ الدولة البحرية هيبقى عملية التواصل بينها وبين الدول الأخرى سهل جداً، هيبقى في حركة ملاحة دولية في المسطحات المائية، وبالتالي هيبقى في تبادل حضاري واضح جداً جداً، بنسميه احنا بلغة الصف الأول الثانوي التواصل الحضاري. طيب تمتعها بالثروات البحرية، يعني أوتوماتيك كده الدولة البحرية هتبقى غنية بالثروة السمكية، هتبقى غنية بمصادر الطاقة المتعددة، لأن النهاردة أصبحت المسطحات المائية مش مجرد صيد أسماك، مش مجرد ملاحة، بدأ يبقى في مصادر متعددة للطاقة، بترول، غاز في المسطحات المائية. طيب هنا بقى سؤال جميل جدا جدا، وأقول لك
لاحظ بعد دراستك للوحدات البحرية، قلنا في دولة تشرف على البحر بجبهة بحرية واحدة، المثال سوريا وشيلي بعد ما عملنا التصنيف الأول. دولة تشرف على البحر بجبهتين أو وجهتين بحريتين، مصر والمملكة العربية السعودية. دولة تشرف على البحر من جميع الجهات وهي الدول الجزرية، مثال بريطانيا واليابان. طيب يا مستر أيمن ويا مستر عزيز، في سؤال جميل جدا جدا وشفناه حتى في العام السابق. تتوقف أهمية المواقع البحرية على عدة عوامل. إيه العوامل؟ يعني هل كل الدول البحرية على مستوى العالم، ركز معايا ركز معايا كويس جدا، هل كل الدول البحرية يعني الولايات المتحدة بحرية، البرازيل بحرية، شيلي بحرية، مصر بحرية، ليبيا بحرية، الجزائر بحرية، المغرب بحرية، أسبانيا، كل الدول البحرية اللي انت شايف لها مسطحات مائية اللي هي يعني تبقى ملامسة للون الأزرق اللي هو لون المياه. السؤال، هل كل الدول البحرية على أهمية واحدة؟ أقول لحضرتك لأ. طب ليه؟ لأن هنا يتوقف أهمية الموقع البحري على واحد، طول الساحل. يعني تعالى كده ركز معايا، هل طول الساحل في شيلي يتساوى مع طول الساحل في بيرو في نفس الدولة أو نفس آسف القارة؟ يبقى إذن أول حاجة بالنسبة لي طول الساحل. اتنين، أهمية المسطحات المائية، يعني البحر الأحمر والبحر المتوسط تختلف أهمية كل منهما، خليج العربي والبحر الأحمر تختلف أهمية كل منهما، المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط تختلف أهمية كل منهما. إذن أهمية المسطح المائي، من الآخر اسم المسطح المائي بيفرق معايا كتير، الظهير الساحلي. وركزوا جدا في الظهير الساحلي، لأن هنا هتحتاج أن أنت تبص على الخرائط اللي هي الطبيعية. الظهير الساحلي بالبلدي خالص كده يعني بمفهوم بسيط، ركز معايا شوية وشوف الشكل اللي هعمله لحضرتك. لو أنا قلت أن أنا دلوقتي بتكلم على أن معايا دولة بحرية، تمام، بالشكل الآتي، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، هقول أن ده مثلا أهو مسطح مائي. طيب ركز معايا كده، وادي منطقة جبلية مرتفعة، تمام. فين يا مستر أيمن أنت ومستر عزيز منطقة الظهير الساحلي؟ هقول لك منطقة الظهير الساحلي هنميز بلون مختلف، تمام، الجزء ده كده، تمام. طيب الظهير الساحلي ده بيختلف من دولة أخرى، هنقول هنا أنه هو ضيق، تمام. في دول تانية بيكون متسع بالشكل مثلا ده، يعني ممكن يكون الظهير الساحلي في بعض الدول واخد بعد زي الشكل ده كده، تمام. يبقى إذن هنا إيه؟ منطقة الظهير الساحلي بتختلف من دولة إلى أخرى. يبقى العوامل اللي بتأثر في يعني الشكل أو الموقع البحري ليست كل الدول البحرية على نفس الأهمية بنفس ذات الأهمية. هنقول يتوقف أهمية المواقع البحرية على عدة عوامل، واحد، طول السواحل، اتنين، أهمية المسطحات المائية، تلاتة، الظهير الساحلي. إذن يلا نطبق أنواع مختلفة على الدول البحرية على خريطة العالم السياسي. كل الشكر والتقدير مستر أيمن. لما نبص على الدول التي لها وجهة بحرية، كتاب المدرسة عمل حضرتك نموذجين، نموذج لدولة تشيلي ونموذج لسوريا. إيه وجه الشبه والاختلاف يا أولاد؟ أيوة، وجه الشبه إن كلاهما لهما وجهة بحرية على السواحل من جهة الغرب، وجهة غربية. لكن في وجه الاختلاف زي ما مستر أيمن قاعد هيحدد لحضراتكم بدقة، إن طول السواحل المطلة لشيلي على المحيط تختلف تماما عن طول السواحل المطلة لروسيا لسوريا على البحر المتوسط. كمان احنا خدنا أمثلة لنماذج الدول ذات الوجهتين البحريتين، مصر والمملكة العربية السعودية. تحدث مستر أيمن أولاد على ما يسمى بكلمة الظهير الساحلي، وهي كمصطلح المناطق الواقعة خلف الشاطئ. قد تكون المناطق دي أولاد جبلية أو هضاب تقترب، زي ما وضح مستر أيمن وقال بالفعل الظهير الساحلي اللي خلف هذا الشاطئ. خلف هذا الشاطئ ممكن تكون جبال ضيقة تقدم من أهمية الساحل، زي بالضبط سواحل البحر الأحمر تختلف تماما عن سواحل البحر المتوسط، سواحل
المملكة العربية السعودية في الشرق على الخليج العربي، فتختلف تماما عن السواحل السعودية الغربية عشان سلاسل الجبال الحجاز وعسير واليمن، الأمر مختلف. في عوامل أخرى كتير موصلة مستر أيمن. أيوة طبعا، الموقع الفلكي. بص ولاد كده مستر أيمن على سواحل كندا الشمالية وسواحل روسيا الشمالية. السواحل الشمالية كل منهما شايفين روسيا ولاد سواحلها جبارة على المحيط، لكن بتشرف على مناطق متجمدة. يبقى لو يقول لي أيهما تفضل، أفضل الساحل الشرقي لروسيا الاتحادية عن الساحل الشمالي المتجمد. وإذا أخد بالي من الدقائق، في كمان ملحوظة إحنا مش واخدين بالنا منها يا أولادي. تعال نعمل مقارنة كده، طول السواحل زي ما قال مستر أيمن قال ومساحة الدولة. طول السواحل ومساحة الدولة، في سواحل طويلة جدا 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 شيلي. طب تعال العكس تماما، دولة مساحتها كبيرة جدا في قلب القارة لكن ساحلها ضيق جدا لا يتناسب مع هذه المساحة. لو بصينا بدقة في إفريقيا هنلاقي دولة الكونغو الديمقراطية، هندرسها بعد كده في درس اسمه أنواع شكل الدولة يا أولاد. حتة أيوة مساحة صغيرة أوي أوي لا تتناسب مع هذه المساحة الكبيرة اللي يابس الدولة. يعني الإطلالة البحرية ليها على المحيط ضيقة جدا. ده بيفكرني بأحد دول الوطن العربي، وهي في منطقة الهلال الخصيب دولة العراق. اللي بص على العراق من بعيد يا أولاد يعتقد إنها دولة حبيسة، لأن العراق ليها يعتقد، لكن يدقق أو كده ليها جبهة بحرية ضيقة على منطقة الخليج العربي. لما أجي أبص كده، طب أنت طبعا هل هتلتزم بنماذج الدول دي فقط؟ لا يا فندم، أنت أمام حضرتك خريطة، فند أنت الخرائط كده واقعد اعمل إيه؟ برضه نفتح كراسة المنصة ونقسم الدول المشرفة على البحر لثلاث أنماط، زي ما مستر وضح، ذات واجهة بحرية واحدة، ذات واجهتين ومن جميع الجهات. يعني أنا لو بقول بالنظر لخريطة العالم، تتركز أكثر الدول ذات الواجهات البحرية الكاملة المتعددة في أقصى شرق العالم، اليابان، الفلبين، إندونيسيا. انزل تحت يا فندم، خد استراليا كمان يا مستر أيمن، هي دولة في شكل أكبر جزيرة. يبقى بالفعل لما أقول أقصى الشرق، أقصى الشمال، أقصى الجنوب، أقصى الغرب، لا أقصى الشرق الدول الجزرية. وهنا وانت بتذاكر يعمل ايه مستر أيمن كمان؟ يبدأ يرجع، هو عد على دولة زي اليابان يقول لنفسه هنا درست فيها ايه؟ درست فيها انها الدولة الجذرية الوحدوية المركزية التي تخرج عن المثالية نتيجة وجود بعض العوائق الداخلية وهي السلاسل الجبلية. عاصمة مستحدثة بعد أن كانت، يعني شايفين مستر أيمن هو بيشرح لحضراتكم أهمية الدول البحرية، إن الدول البحرية ده عندها مزايا لا يمكن نشوفها في الدول الحبيسة يا ولاد. وبكده ده يفكرني بإيه؟ بإن ده اللي حمس دولة زي اليابان إنها تغير العاصمة وتخرج عن نطاق قاعدة الدفاع وقاعدة العمق الجغرافي وقاعدة الحماية والدفاع وتخرج عاصمتها على الساحل باسم مدينة طوكيو. شكرا مستر أيمن، استكمل النوع الثاني. تمام، شكرا مستر عزيزي على التدقيق المتميز على خريطة العالم السياسية، وبننقل لحضرتك. شكرا أبنائنا على الشات. الدول الداخلية الحبيسة، هنركز جدا جدا، مستر عزيز كان دقيق جدا جدا في كلماته، هنركز مع بعض، ده شغلنا احنا، ده شغل يميز المنصه، ونرجع نشوف اللي مكتوب في الكتاب المدرسي. بنقول ان الدول الداخليه، الدول الحبيسه، حتى وان اشرفت على مسطحات مائيه داخليه زي اللي بتشرف على بحر قزوين او مثلا على بحيره فيكتوريا. طيب تعال نقول الدول التي تقع داخل اليابس، انا دققت وقلت في الكلمه ايه، لابد ان البحر يكون بحر مفتوح،
ولكن تتصل بالعالم الخارجي عن طريق دولة من الدول المجاورة. مثال، بص معايا على أثيوبيا وركز معايا كده لما نيجي نبص على حدود دولة أثيوبيا. آدي دولة أثيوبيا. طيب عشان أثيوبيا تخرج للعالم الخارجي محتاجة تخرج منين؟ من أريتريا أو من جيبوتي أو من الصومال، تمام؟ أو من كينيا في الجنوب. طيب ركز بقى معايا كويس جدا جدا، إحنا هنا بنقول إن الدول الداخلية الحبيسة هي الدول التي تقع داخل اليابس، وسيلة اتصالها بالبحر المفتوح عبر الأراضي الدول المجاورة اللي هي الدول اللي تكون بحرية. مثال أثيوبيا في قارة أفريقيا، وكذلك أوغندا برغم من وقوعها على بحيرة فيكتوريا، تمام؟ طيب كمان حاجة عندنا أفغانستان، وطبعا دي من الدول الحبيسة اللي زي ما قال مستر عايز، يعني احنا هنعمل عملية ربط كده اللي هنشوفها في تاني مرة تانية في مشهد آخر، وهو دولة منتظم ذات بروز. لأن أنا قلت ومستر عايز قال اسم الدولة اللي قبلك، زي ما ضرب مثال معايا مستر عايز بدولة اليابان، شفنا عواصم، شفنا عاصمة، شفنا موقع، شفنا مجزأة، شفنا مركزية، وهنشوف لسه كلام كتير حتى لحد ما نوصل الوحدة الرابعة. من دراسة خريطة العالم نستنتج أن أكبر عدد الدول الحبيسة تقع في قارة أفريقيا. ركز معايا كده بعد إذنك، شوف معايا المجموعة اللي أنا هعمل عليها إشارة. أنا بدأت من تشاد، النيجر، مالي. لما نركز في مجموعة الدول الحبيسة هنرتبها بدءا من القارة الأفريقية، الآسيوية، الأوروبية، وأقل عدد في أمريكا الجنوبية هما دولتين أولاد، بوليفيا وباراغواي. يبقى في قارات تخلو من الدول الحبيسة. أيوة يا فندم، من القارات اللي تخلو من الدول الحبيسة؟ أمريكا الشمالية وأستراليا. في معلومة جميلة قوي ياريت نركز فيها، الدول الحبيسة موقعها يجبرها انها تقيم علاقات الود مع جيرانها عشان تضمن تستورد سلاحها عبر الدول المجاورة. نقوم نشتغل بقى في الامتحان في تكات حلو قوي، نقول لحضرتك مثلا بالنظر الى خريطة تشاد، طب تشاد عشان تتصل بالبحر، اذا هي تشاد بتحتاج لمجموعة من الدول. طب مين تكون اقرب الدول اللي تشاد ترتبط بها يا اولاد؟ أقرب الدول اللي تشاد هترتبط بيها هتكون طبعا دولة مين؟ ممكن تكون دولة ليبيا مستر عزيز. طب غير ليبيا مين يا ولاد؟ ممكن تكون دولة السودان. كده بقى الطالب يبدأ يعمل إيه؟ يتحرك في المشاهد دي، وبالفهم العميق هيقدر يوصل ويحقق سؤال. بالنظر إلى خريطة العالم، السؤال اللي كان مستر أيمن عرضه لحضراتكم، إن أكثر الدول اتصالا بالعالم الخارجي دون أي عوائق، دون أي عوائق، طبعا سويسرا حبيسة، النمسا حبيسة، مالي حبيسة. طيب أنا النهاردة هتكلم وأقول مفيش عندي غير دولة ناميبيا، تبقى ناميبيا بالفعل دولة تتصل بالعالم الخارجي عن طريق الدول المجاورة. ليه؟ لأن ناميبيا دولة بحرية ساحلها البحر يشرف على المحيط الأطلنطي من جهة الغرب. إحنا عرضنا المشهد لحضراتكم بإتقان شديد يا أولاد. عندنا هنا تعقيب مهم لازم حضراتكم تنتبهوا إليه تماما جدا جدا جدا، وهو في ممكن دول تتصل العالم بالعالم الخارجي دون الرجوع إلى الدول المجاورة؟ لما تكون الدول دي تمتلك حركة مرور نهري زي نهر الراين يا ولاد. أولا ده يعني يعتبر هو عمود الحياة لمجموعة من الدول في أوروبا زي لوكسمبورغ الدولة الصغيرة في شمال شرق فرنسا، النمسا، دولة سويسرا، مجرى نهري. ولما نوصل للوحدة الثانية هنعرف إن في قوانين دولية بحرية بتقول حرية الملاحة بين الدول. ولذلك أنا كتبت لكم في شريحة منظمة قوي، الأنهار أحد الطرق لاتصال الدول الحبيسة بالعالم الخارجي زي نهر الراين ونهر الدانوب. خلي بالك من الكلمات وخدها بإتقان. حضرتك لما تيجي تذاكر بقى
خليك دقيق قوي وخد بالك من دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر عبر الدول. هل دول بحرية أم دول حبيسة؟ لما أجي أخد نموذج بي مثلا مدار السرطان يا أولاد، أنا لو خدت خط كده يبدأ من أقصى الشرق للغرب، هتلاقي مدار السرطان يبدأ عبوره بدولة وحدوية مركزية بحرية هي دولة الصين. يجتاز مدار السرطان ليعبر دولة فيدرالية هي دولة الهند، وافضل امشي معاه كده على طول يا اولاد. نفس المشهد دائرة الصفر الدولية، لما دقق النظر كده دائرة الصفر الدولية بتعبر النوعان من الدول، الدول البحرية والدول الحبيسة، لكن أكثر عبور كان للدول البحرية من أقصى الشرق للغرب. كذلك مدار الجد، لما بص يا شباب مدار الجد، شوف حضرتك وانت بتذاكر هيعبر ايه؟ طلبة منصة البث المباشر تتميز بالدقة، هيعبر أقصى الشرق للغرب بدولة بحرية جزرية، لدولة جزرية برضه يا أولاد هي مين؟ هي مدغشقر، لدولة بحرية بوجهة واحدة هي موزمبيق، يدخل عبر دول حبيسة زيمبابوي وبوتسوانا، يخرج من إفريقيا بدولة بحرية، يدخل أمريكا الجنوبية بأقصى أطراف دولة البرازيل وهي دولة بحرية تشرف على المحيط الأطلنطي، ليجتاز مدار الجد دولة حبيسة هي باراغواي، ينتهي مدار الجد بدولة تأخذ الشكل المستطيل الطولي. وأنا أعتقد أولاد أن احنا أخذنا كم ملائم بالنسبة لحضراتكم يتناسب مع مذاكرة مميزة لهذا الدرس. احنا محتاجين دقة ومتابعة من حضراتكم. في نهاية الحلقة لا يسعني أن أتقدم بكامل الشكر والتقدير سيد الفاضل أحمد عبد السميع عبد المنعم موجه أول غرب القاهرة للمراجعة العلمية، السيد الفاضل الخلوق أستاذ أيمن رضا حسن عواد كبير معلم الجغرافيا في محافظة القلوبية، مع حضراتكم الأستاذ عزيز ويسا عوض كبير معلم الجغرافيا في محافظة دمياط. كامل الشكر والتقدير لحضراتكم، نراكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.